صباح الخير، شلونكم؟ بشاركم بخير. اليوم جيك فيديو جديد عن تحديات لعبة Red Dead Redemption 2. يلا نشوف التحديات اليومية، ونبديها بموقع مدام نزار لهذا اليوم، فتحصلوا شمال فالنتاين اللي هو بهذا المكان بالضبط. يلا نشوف التحديات اليومية. التحدي الأول مطلوب عندكم اللي هو تاكلون 3 مرات من الصالون. التحدي الثاني مطلوب عندكم تشربون 5 مرات من الصالون. التحدي الثالث مطلوب عندكم اللي هو تسوون حركة القراب للأعداء اللي هم البوتات، ومجرد ما يكون أحد ضدكم من الأعداء لازم يكون طبعا أحمر بالخريطة، ومجرد ما تركضون عليه وتكبسون دائرة راح تصير هذه الحركة، وبنفس الوقت تقدرون تسوون له نوك أوت إنه تكملون على العدو، وراح يخلص عندكم التحدي الرابع. تظلون تضربون العدو لحد ما يموت، راح أخلص وياكم التحدي الرابع. التحدي الخامس مباشرة راح يصير وياكم، مجرد ما تشربون 5 مرات من الصالون راح يصير وياكم التحدي الخامس اللي هو مطلوب عندكم تظلون تشربون لحد ما توصلون درجة اللاوعي. التحدي السادس مطلوب عندكم اللي هو تدخنون 5 من السجائر. التحدي الأخير مطلوب عندكم تزورون براند واين دروب. براند واين دروب تحصلوها شمال مدينة أنسبرغ، هذه أنسبرغ وهذه براند واين دروب. مجرد ما تتوصلون على هذا المكان راح يخلص عندكم هذا التحدي. بالنسبة لتحديات الأدوار وتحديات الباونتي انتر، فالتحدي الأول مطلوب عندكم اللي هو تلعبون 2 باونتي انتر من نيو هانوفر بوستر. النيو هانوفر بوستر يكون تابع لها اللي هو هذا البؤر، تلعبون 2 من هذا المكان راح يخلص عندكم هذا التحدي. التحدي الثاني مطلوب عندكم اللي هو تصورون 3 من الباونتي انتر وهم يكونون على قيد الحياة. التحدي الثالث مطلوب عندكم تلعبون 3 باونتي انتر من بورد واحد، تروحون على اي بورد موجود باللعبة تلعبون من عنده 3 باونتي هنتر راح يخلص وياكم هذا التحدي. بالنسبة لتحديات التاجر، فالتحدي الاول مطلوب عندكم اللي هو تكملون تصنيع الاكل السبيشال الاكل الذهبي الموجود عندكم بالمخيم.
التحدي الثاني مطلوب منكم تتبرعون 20 شيء للتاجر أي شيء كان. التحدي الثالث مطلوب منكم تتبرعون للتاجر ب10 حيوانات تكون حجم صغير. أما تحديات الكوليكتر، فالتحدي الأول مطلوب منكم اللي هو تجمعون 3 أنتيكو كحول. التحدي الثاني مطلوب منكم تجمعون 6 أشياء كوليكتر أي أشياء كانت. التحدي الثالث مطلوب منكم تجمعون 3 أشياء كوليكتر باستخدام الشفل. بالنسبة لتحديات المونشاين، فالتحدي الأول مطلوب منكم ترقصون لمدة 2 دقيقة مرتين بيا المونشاين. التحدي الثاني مطلوب منكم اللي هو تتفاعلون مع 2 من اللاعبين بيا المونشاين مالتكم بعد ما توصلون درجة اللاوعي. التحدي الثالث مطلوب منكم اللي هو تبيعوا بضاعتين تكون مفضلة اللي تكون ذات سعر جيد. أما تحديات الطبيعة، فالتحدي الأول مطلوب منكم اللي هو تصنعون أو تطبخون بالكامب المتنقل اللي هو هذا الكامب. طبعا إذا ما عندكم هذا الكامب تشتروه من هارت. التحدي الثاني مطلوب منكم تستخدمون مادة الفومنس لإيجاد الحيوانات الليجندرية. تروحون على هارت وتشترون هذه المادة وبعدين تستخدموها مرتين لإيجاد الحيوانات الليجندرية. التحدي الثالث مطلوب منكم اللي هو تعيشون 2 من الحيوانات بعد ما تخدروها. إن شاء الله كنا فدتكم بهذا الفيديو. لا تنسون اللايك والاشتراك بالقناة إذا مشترك وفعل الجرس وشاركوا الفيديو كل أصدقائكم عبر الردد. أشوفكم في فيديو ثاني. سلام.